انا بالنسبه لي استقيت الاخبار من طرف الزملاء ديالي اللي تينوبوا على ضحايا توفيق بوعشرين، على انه بقاو جوج ديال الزملاء اللي غادي يرافعوا اليوم، اللي هما السناوي واللي هو النقيب زيان. طبعا هذا ماشي كنت غايب، كنت نجي ساعه ساعه، ولكن ما كان يروج بالجلسات كل الزملاء ديالي كانوا تيتخابروا معايا وتنتواصلوا حول مارج، لانه بالنسبه لي راه دازوا بزاف ديال 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 المسائل اللي هي في الحقيقه فيها مزايدات ومضحكه. سمعت بانه كاين دخل مصطلح ديال او الاسم ديال خاشقجي في المرافعات، دخلت مصطلحات اخرى يعني هامشيه على المرافعات، بحيث انه دخلت مصر، ليبيا، دخل شي العراق، سمعت العراق انه تدخل العراق، ما عرفتش انا كيفاش السياق فاش جاو، ولكن كانت كلمات دائما في سياقات ما عندها حتى شي معنى. واش فهذه ديال الخاشقجي، واش كان يعني بوعشرين عنده يعني المكانه ديال هذاك الصحفي، او ذاك الصحفي عنده المكانه ديال بوعشرين، او قالوا على انه كان عنده اتصال به، او شي حاجه شيء من هذا القبيل، وحاولوا انه يقحموا الاسم ديالو في المرافعات. ثم انا بالنسبه لي كنت دائما تنسول الزملاء ديالي، تنقول لهم داك الشيء اللي رفعت فيه انا واللي رفعتيه فيه انتوما كزملاء في تفسير القانون ومطابقته للوقائع اللي في هذا الملف، واش كاين شي حاجه اللي تتحضها؟ كاين شي حاجه اللي تتمحيها؟ تيقول لك يا ودي راه ملي تندخلوا للمرافعات ما تنسمعوش القانون نهائيا، تنسمعوا يعني المعيار، تنسمعوا السباب، تنسمعوا القدح في في في, في الجميع، يعني ما فهمتش انا زميل تيدخل القاعه ويدوز فيها يعني ساعه وساعتين، هو تيهضر هي على الهامش ديال الملف، وتاكد لي اليوم